الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يخليكم تزوجوا بسنة بخات. الله يجعلكم ميزان حسنة. الله يرحم الوالدين. بارك الله فيكم. Just passes boxes. Whatever you can put in. الله يجعل صدقة جيدة. يعني الحمد لله we not reach 400, we reach 200, we never reach 100. So inshallah we'll be hoping Allah subhanahu wa ta'ala and in you that you be generous, especially in this last few days. Because this is what you're going to find when you meet Allah subhanahu wa ta'ala. وتنظر نفسنا ما قدمت لها. برنامج غدا إن شاء الله. Tomorrow the program as it follows, we're going to have the whole evening.
We're going to start the Salat al-Isha, then the Tahajjud. We'll take a break, Khatirah. We'll do another Tahajjud, a few rak'ahs, take a break. And we continue, inshallah. And in Shab'at al-Watr is going to be at the end of the evening. We're not going to do one and stop and do another one. So we're going to continue with the whole night. The place will be open, inshallah. And we're going to try to provide support. And anybody who wants to bring something, we'll really appreciate it. InshaAllah, whatever you bring, we share with your community. We get to know your community. And you get to say what? Uhibbukum fi dhah. Say it. Louder. Uhibbukum fi dhah. I love you for the sake of Allah. You know, from your heart, not from your lips. I want to hear from your heart. Uhibbukum fi dhah. Oh, come. InshaAllah, Ikhwana, there's 3 days left, or 4 days. And Salat al-Eid will be at the convention, the community center in Arlington. We're going to have moon bounces for the children. And again, we try to provide some breakfast, sweets and stuff, but also bring so you can share with the community. All this gathering is about knowing each other, about networking in the Islamic way. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-jama'ah, al-salat al-jama'ah, wa qira'ah al-qur'an. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised you with three: the congregation, praying in congregation, and read the Qur'an. And they are three connected with each other. Because when we are here together, we can help each other through the process of life, to help each other getting job, getting you going through some hardship, we're here for you, emotional support, all this thing what the community is about. It is not about coming and making salat and go home. This is what they told you back home. It is wrong. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he first migrated to Medina, what did he do? What did he do? Alhamdulillah. What was the purpose for? Community. Education to community. About the deen, about the knowledge. Educating. You have to educate. We're trying, but also you have to be willing to learn. If you're not willing to learn your deen, if you're not willing to learn, Kalamullahi Azza wa Jalla, if you're not willing to know your brother in Islam, instead of judging them from far away. And this is the shortcoming we have. We create suspicion around each other. We put a video that Brother Muhammad Jazakallahu Khairan on the Facebook to see if we can. We paid for the ad. And you see how nasty people were talking, to us as a Muslim. So don't be comfortable because you live in this bubble by yourself. You need to get out of your skin. You need to face the challenges. You need to pave the path for your children. And we want our children to take over. So again, I'm going to urge each one of you to create committees, youth committee, fundraising committee, educational committee, activities committee. So I'm not asking you for money now. I'm asking you for you yourself. Who's willing to volunteer? Can you raise your hand? No one? SubhanAllah. لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Educational Commission. Where? Here. Where? So we gotta explain to us what it is. Where are we talking about? Don't know. Another place? Say your name, brother. Say we're planning to do this and no, this. No. Actually, we're saying we're looking for volunteers to help create committees. Educational Committee. We're not talking about another place. Stay with me, brother. I love you. So this is what we're looking forward, brother. It is for the sake of our children. It is for our own sake also. So when we depart this world, our children will use this place and make it better than we had started. And it will be for them and their grandchildren. And hopefully they make other places better than this place. But at least it's a stepping stone. When I ask for who wants to volunteer, each one of you is an asset. Each one of you has something to offer. You all know Arabic, most of you here? Yeah. Can you raise your hand? I want to see how many knows Arabic. Everybody. Please, no, I want to raise it high. Yeah.
So how much are you willing to give me 1 hour a week to educate the children in Arabic language? Who's willing to commit? Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6, 7. Who's else? 8, 9. So we have 9. How many of you have, you know, the algebra in Morocco or in any part of the world? 1. But you don't live in this state. Are you willing to help us? I live in India. Okay. So well, we're looking for brothers and sisters back there to help our children succeed in their, you know, high school and behind high school. When the brothers who founded this organization that they were part of, and some of them left and some passed away, they started teaching math, education, helping with algebra. And you know, members of the community, not even Muslims, that they came from Kermor Ali area, used to be so busy in a smaller space than this. So what I'm trying to tell you, we didn't come in here for the job. We came here for an education for yourself. Allah subhanahu wa ta'ala promised you what He promised you. But you came in here to make a difference in your life and add it to your life. If you don't share the knowledge that Allah has given you, you have failed in your journey in life. أحبكم في الله بارك الله فيكم والسلام عليكم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ستكون عبارة عن جواب لسؤال، وهذا السؤال يطرح كثيرا، هو واقع معاش بين المسلمين، وسوف تستغربون أو يستغرب بعضكم قصر البعض إن طرح هذا الأمر وهذه المسألة في قضية الخمر. لم يكن يتصور في أذهان الناس قديما، والمسلمون خصوصا، الصحابة بالخصوص، أن يأتي زمان على المسلمين يناقشون فيه حرمة الخمر وحرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة ما هو محرم. بل أكاد أقول أن حتى الشيطان لم يخطر بباله أنه سوف يأتي على المسلمين يوم يناقشون فيها حرمة الخمر، الشيطان بنفسه، أنه لم يكن يعلم الغيب. إبليس لم يكن يعلم الغيب. سيأتي زمان في المستقبل يناقش فيه المسلمون في مجالسهم هل الخمر حلال أم حرام، هذا لم يكن يتصور في ذهنه قطعا، وهذا ما نقوله نحن أيضا. إذا كان نقاش المسلمين الآن يدار حول الصلاة التي أعظم وأخطر، فكيف بنقاش الخمر؟ مسلم الآن يناقش الصلاة، لماذا لا تصلي يا مسلم؟ كذلك لم يأتي ولم يخطر على بال أحد ممن مضى أن هناك جنس أو مجموعة أو أشخاص يسمون مسلمين ولكنهم لا يصلون، لم يكن يخطر هذا على بال أبدا. لم يكن يتصور في القديم مسلم يساوي لا يصلي، هذا الشيء لم يكن يخطر على بال أحد. الآن يناقش هذا الأمر، المسلم لا يصلي هل هو مسلم أم كافر؟ هل الذي يصلي مسلم أم ليس بمسلم؟ بالله عليكم يا مسلم، هل هذه النقاشات الآن أصبح لها حيز ومجلس ومكان تضار عليه وموائد ويناقش في المسلمين لماذا لا تصلي؟ الصحابة لم يكونوا يعدون شيء، تركوا الكفر غير الصلاة، لم يكونوا يختلفون في شيء هل هو كافر أم ليس بكافر، فقط في الصلاة، هذا هو الذي كانوا يناقشون، لم يكونوا يعتبرون شيء في الإسلام تركوا الكفر غير الصلاة. ترك أناس الزكاة في عهد أبي بكر ولم يكفرهم أحد، نعم قاتلهم باعتبارهم مسلمين ولكنه لم يقاتلهم باعتبار أنهم كفار، مع أنهم تركوا فرض من فرائض الإسلام الذي هو الزكاة ولم يكفرهم أحد. بل جاء عمر إلى أبي بكر يخاصم ويحاج، يقول كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لمجرد أن منعوك الزكاة؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة سأضيف في مقدمة خاطئة ضيقة جدا، سوف أجيب باختصار شديد. الجواب، إذا كان الجواب لشخص لا يؤمن بالسنة أبدا هذا كلام نجيب عليه بطريقة، وإذا كان هذا الشخص سائل يؤمن بالسنة هذا نجيب عليه بطريقة أخرى. فإذا كنت يا من تسأل عن حرمة الخمر وكنت تؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعلم أيها المسلم أن ما حرمه الله مثل ما حرمه رسول الله،
فكيف تقبل بما حرمه الله في القرآن ولا تقبل بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟ كل ما حرمه النبي هذا الكلام موجه لمن يؤمن برسول الله. إن هناك أشخاص لا يؤمنون بالسنة أبدا، يقولون كما قال عليه الصلاة والسلام سوف يأتي زمان يقول الشخص هذا كتاب الله بيننا وبينكم، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هؤلاء الناس تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، أخبر أنهم سوف يأتون وهم قد أتوا ويجلسون معه، سيقول لا يوشكن أن يتكئ الرجل على أريكته، يجي واحد الزمان سيجلس رجل على كرسي على عرشه ويطلب القنين الخمر والنساء يرقصون الحيرة والحريرة والمعازف، ثم يمسك كتاب الله فيقول يقم جلوسه، يقول يقم هذا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفس الحديث ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله. إذن هذا الكلام أيها الكرام موجه وهذا من أخصر وأقصر الأجوبة. إذا كنت أيها السائل تؤمن برسول الله وأنه نبي وأنك سوف تسأل عنه في قبرك من هذا الرجل الذي بعث فيكم وأنك ترجو شفاعته يوم القيامة، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر وانتهى الكلام. الشخص الثاني الذي لا يقول بالسنة ويقول كل ما حرمه الله في القرآن أحرمه وكل ما حلله الله نقول مرحبا تعالى استمع. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قسم المحرمات أو درج مراتب التحريم إلى أنواع: مكروه، حرام، ما هو أخطر من الحرام، شرك. من فوق شرك أخطر الحرام، الحرام المكروه. عندنا مكروه لا تفعل هذا، وعندنا حرام من فعل هذا له العقاب فلاني هذا حرام، وعندنا أشد من الحرام هو الذي سنتكلم عنه، وعندنا فوقه مباشرة الشرك. إذا تحت الشرك مباشرة وفوق الشرك وفوق الحرام مباشرة هناك شيء هو الذي سنتكلم عنه. عندما يقول الله عز وجل حرام هناك شيء أخطر من الحرام وأقل من الشرك، لن يعبر الله عز وجل عنه بقوله حرام، سوف يأتي بعبارة أشد من الحرام أخطر من الحرام. الشرك بالله عز وجل لما أراد الله أن يتكلم عنه وأن يصفه وصفه بأنه رجس، ولما تكلم عن الربا وصفها بأنها رجس، ولما تكلم عن الأنصاب والأزلام وصفهم بأنهم رجس. هذه الأرجس أدخل وسطها شيء ووضعه معها في خانة واحدة: الشرك، أنصاب، أزلام، الميسر، الخمر، وضعه في نفس الرتبة. فقال في الشرك وفي الأنصار وفي الأزلام وفي الربا قال اجتنبوا. من الشيء أكبر من الحرام، ليس فقط حرام، أخطر من الحرام، إنما الخمر والميسر. وشوف حتى أنه بدأ بالخمر مع أن الشرك أخطر منه، ومع ذلك بدأ، ومعلوم يقينا أن الله عز وجل إذا بدأ بشيء قبل شيء فإن هذا الشيء الذي بدأ به أهم من الآخر. هذه قاعدة في القرآن الكريم، إذا بدأ الله بهذا وبعده بدأ بهذا اعلم بدون أن تبحث أن الذي بدأ به الله أخطر شيء، لأن الله لا يبدأ إلا بما هو مهم ويؤخر الذي هو أقل درجة منه. طيب لماذا بدأ الله بالخمر قبل الشرك والميسر والأنصاب والأزلام وإلى آخره؟ لماذا؟ من منكم تساءل يوما من الأيام لماذا الله بدأ بالخمر قبل الشرك والأنصاب والأزلام والربا؟ لماذا بدأ؟ الجواب: لأن الخمر أشد من الشرك، والخمر أشد من الزنا، والخمر أشد من الربا، والخمر أشد أم الخبائث. وسأريد لكم قصة: أحدهم أمسك شخصا وقال له اختر، إما
أن تشرك بالله، وإما أن تزني، وإما أن تقتل نفسك، وإما أن تشرب الخمر. اختر، لا بد لك من واحدة، إما أن تشرك بالله، وإما أن تقتل نفسا، وإما أن تزني، وإما أن تشرب الخمر. أدار في عقلي الشرك خطير، الزنا مصيبة، قد نفس لا حول ولا قوة، الخمر أقل. فقال أشرب الخمر، فشرب الخمر فأشرك بالله وزنى وقتل النفس. لأنه لما شرب خمر ذهب عقله، فاستحل الزنا واستحل الشرك واستحل قتل النفس، لأن العقل اللي غيشد يمسك به الأفكار ديالو ويضرب به النفس ديالو والهوى والشهوة، زال عقله. بماذا زال عقله؟ ليس بالشرك ولا بالزنا ولا بالربا، وإنما زال بالخمر، لأنه أمور خبائث. الجواب الثاني، كل المسلمون يتفقون على أن الزور أشحلة. الزور حلال محمد، هل يختلف مسلم مع أخيه المسلم أن الزور حلال؟ هل يوجد مسلم على وجه الكرة الأرضية يقول الزور حلال؟ يوجد. الآن أسأل هذا الشخص، ما دليلك من القرآن على أن الزور حرام؟ لماذا تحرم شيء لم يحرم الله في القرآن؟ ائتني بدليل من القرآن أن الزور حرام، من منكم يأتي بآية؟ والله لم تجد هذا. لماذا حرمت الزور يا أخي إذا لم يكن في القرآن أنه حرام؟ لماذا حرمت الزور؟ لقد حرم الزور بقوله واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أنت تقول أن الزور حرام بكلمة اجتنب، ولا تقول الخمر حلال بكلمة اجتنب، لماذا تفرق بين هذه الأحكام؟ أقول ما سمع الله من ربنا. الله يجزاكم بخير. مسألة أخيرة، غدا إن شاء الله سنحيي ليلة القدر بإذن الله تعالى، وطلب هو كالتالي، الله يجزاكم بخير، من تيسر له أن يأتي بقصعة طعام إن شاء الله سنصلي ونجلس إلى الصبح، وسيكون الغداء والعشاء والعشاء. من يتطوع غدا فيأتي باش بقصعة طعام إن شاء الله. من يتطوع حتى نعلم هل فيه أم نشتري من محل للبيع والشراء؟ من يتطوع يرفع أصبعه. واحد هنا جزاك الله خير. ها قصعة ثانية. مولو ما عمرنا هذا، ما كاينش معنا الجواب. عبد الوهاب كاينش واحد تميز الميكرو هذا معاه؟ ما كاينش عبد الوهاب. كاين المايك سمي. حيت خصنا ضروري نعرفوا باش ما كاش غادي نضطروا نمشي نخلصوا. أنت تخلص، جزاك الله خير، ها جوج قصعات. جزاك الله خير. إذا ما كاين يلا جوج قصعات اللي كاين. ثلاثة، جزاك الله خير، تقبل الله منك. تقريبا في حدود خمسة سبع قصعات. شحال 19؟ غدا من مور العشاء إن شاء الله، مور التراويح. يعني تجي مثلا في 12 بوحدة ماشي مشكل. مثلا إذا جات قصرية طعام في 11 مزيان. من 11 فما فوق، أنا غنصلي إن شاء الله تكون خطيرة، وغنصلي شوية التراويح من بعد غيكون إن شاء الله العشاء في الليل. جزاك الله خير. إذا انتهينا إن شاء الله، جزاكم الله خير. إذا ما شاء الله اللهم بارك. إذا تقريبا ست قصعات. جزاكم الله خير، تقبل الله منك. إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به من قبل وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين كفروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الرحمن مالك يوم الدين إياك
بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المنزه عن النقائص والأضداد، رافع السبع الشداد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا عذابك أو أن يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل قراءتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهل علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد ولا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسترتها وقضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المظلومين، اللهم اعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم شاف جرحاهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.